النشرة الصباحية من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مكالمة هاتفية من أخيها السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، تطرق فيها إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين ومسائل تهم الشعبين الصديقين. وبذات المناسبة، هنأ الرئيس التركي السيد الرئيس على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر لم الشمل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، معربا عن تقديره العلي لمجهودات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لبلوغه هذا المسعى النبيل، متمنيا له تحقيق نجاح آخر في توحيد الصف بين الأشقاء العرب من خلال قمة جامعة الدول العربية التي تنعقد في الفاتح نوفمبر بالجزائر. استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية سعادة السيد بيير إيف فاكس، الذي قدم له أوراق اعتماده سفيرا للكونفدرالية السويسرية بالجزائر. سعادة سفير الكونفدرالية السويسرية السيد بيير إيف فاكس، j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles le Conseil fédéral de la Confédération suisse وعقب الاستقبال أدلى سفير الكونفدرالية السويسرية بالتصريح التالي: كان لي الشرف أنني أطلعت فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية بأن سفارة سويسرا في الجزائر ملتزمة بتطوير تنويع ودعم علاقتنا الثنائية الممتازة مع الجزائر. نسعى أن تكون هذه الصداقة في مستوى علاقات إيفيان. نسعى أيضا أن تكون هذه العلاقات في مستوى قدرات البلدين في الميدان السياسي، الاقتصادي، الثقافي، بدون أن ننسى المسائل المتعلقة بالبيئة والأمن. عندما أتحدث عن القدرات بين البلدين، فإنني أتحدث عن مشاريع ملموسة بين مختلف الوزارات الجزائرية والسويسرية. في هذا الصدد، كان لي مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون محادثات صادقة تنبئ بعمل جاد في السنوات المقبلة. عندما أتكلم عن المستقبل، فإنني أخص بالذكر العلاقات الثنائية التي هي مرتبطة بالمسائل الإقليمية والعالمية. في سنتي 2023 و2024 ستشغل سويسرا مقعد بمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، والجزائر ستعود لمجلس الأمن في عامي 2024 و2025. بالنظر للدور الهام على المستوى الإقليمي والدولي الذي تلعبه سويسرا والجزائر، فإن السنوات المقبلة ستعرف تكريسا في الحوار والتنسيق الدائم في سبيل الصالح العام للبلدين. أنا على يقين أن التعاون في الأشهر والسنوات المقبلة سيكون مثمرا وسيسمح بتحقيق إنجازات مشتركة ومحادثات مثمرة مثل المحادثات التي أجريتها اليوم في قصر المرادية. كما استقبل أمس رئيس الجمهورية سعادة السيد صالح هم محمد بجدة، الذي قدم له أوراق اعتماده بصفته سفيرا لدولة ليبيا بالجزائر. سعادة سفير دولة ليبيا السيد صالح هم محمد بجدة، تشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد التي عينني بموجبها فخامة رئيس مجلس الرئاسي. و
وعقب الاستقبال أدلى سفير دولة ليبيا بالتصريح التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا قدمنا الأوراق الاعتماد لسفير ليبيا مفوض فوق العادة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لفخامة الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبعدها التقينا الرئيس لمدة طويلة مشكور على وقته الثمين، وهذا يدل على عمق العلاقات التاريخية والجهادية بين ليبيا والجزائر. وأكد السيد الرئيس على دعم الكامل لليبيا وشرعية الانتخابات وشرعية الصندوق، وأيضا دعم الكامل للتبادل التجاري والاقتصادي بين ليبيا والجزائر. وأيضا ناقشنا عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبدى الرئيس الحقيقة تعاونه الكبير، ومش غريبة على السيد الرئيس، هو ولد الجزائر، ولد النضال، ولد التحرير، وبالذات احنا على 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 أبواب ثورة نوفمبر المجيدة، ونتمنى للجزائر الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. الجزائر سليلة الجهاد وسليلة النضال، وهي الدعم القوي لليبيا في كل المناحي. الجزائر ليست لها أي مطامع في ليبيا سوى استقرار الشعب واستقرار الدولة وبناء ليبيا الجديدة المزدهرة. شكرا لكل من ساهم معنا اليوم في هذا اللقاء، نشكر فخامة الرئيس شكرا الجزيل، وأيضا ننقل تحيات السفارة وأعضاء السفارة كانوا كلهم متواجدين، وبارك الله فيه وشكرا، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. رئيس الجمهورية استقبل أمس أيضا بمقر رئاسة الجمهورية سعادة السيدة تيريز لوغن كيزل التي قدمت له أوراق اعتمادها بصفتها سفيرة لمملكة النرويج بالجزائر. سعادة سفيرة مملكة النرويج السيدة تيريز لوغن غزيال، وعقب الاستقبال أدلت سفيرة مملكة النرويج بالتصريح التالي. مرحبا، أنا تيريزا هرسيال، أنا سفيرة من النرويج. J'ai eu le grand honneur de remettre la lettre de créance. تشرفت بتسليم أوراق اعتمادي التي من خلالها كلفني سمو ملك النرويج أغالد الخامس كسفيرة النرويج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا البلد الجميل حيث أشعر أنني في بلدي. حظيت باستقبال حار وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. تجمع الجزائر والنرويج علاقة ممتازة. ميثاق الأمم المتحدة يبقى بالنسبة لنا المبدأ الأساسي في عملنا وعلاقاتنا الدولية. أفتخر بكوني أول امرأة نرويجية تعين كسفيرة في الجزائر. كان لدي لقاء مثمر جدا مع سيادة الرئيس، وحديثنا دار على وجه الخصوص حول الاحتياجات الطاقوية في أوروبا. الجزائر والنرويج بلدان منتجان للمحروقات، ونحن نعمل بعزيمة هنا في الجزائر عبر الشركة النرويجية، ونبذل قصارى جهدنا لمواجهة هذه الأزمة. هنالك أيضا الكثير من العمل يمكن إنجازه في ميدان الطاقات المتجددة، ولقد التزمت مع سيادة الرئيس أن تستثمر الشركات النرويجية في هذا الميدان في الجزائر. مرة أخرى أتشرف بكوني ممثلة حكومتي في الجزائر،
وأنتظر الكثير من فترة وجودي هنا. شكرا الجيل. كما استقبل السيد الرئيس الجمهورية سعادة السيدة نادية محمد خير عثمان التي قدمت له أوراق اعتمادها بصفتها سفيرة لجمهورية السودان بالجزائر. سعادة سفيرة جمهورية السودان السيدة نادية محمد خير عثمان. وعقب الاستقبال أدلت سفيرة جمهورية السودان بالتصريح التالي: لقد تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. أكدت خلال لقاء فخامة رئيس الجمهورية على العلاقات الراسخة والمميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وتطلع قادة البلدين إلى تطويرها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين الشعبين الشقيقين، خاصة على ضوء الموارد الثرة التي يسخر بها السودان والجزائر والتي تفتح مجالات للتعاون المشترك لمصلحة البلدين. تناول اللقاء الاستعدادات للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم، وانتهزت هذه السانحة لتقديم التهنئة الخالصة لشعب وحكومة الجزائر بذكرى الثورة الجزائرية المجيدة. كما نقلت لفخامة الرئيس ترحيب السودان وإشادته بالدور الكبير الذي تقوم به الجزائر لتوحيد الفصائل الفلسطينية، وبتوقيع بيان الجزائر ودعم السودان لكل ما قامت به وتقوم به الجزائر من جهد مقدر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. هذا وقد أكدت لفخامة الرئيس بأنني سأبذل قصارى جهدي في سبيل الدفع بعلاقات البلدين إلى أعلى مستوى، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية بالتركيز على عدد من المجالات الحيوية كالزراعة والثروة الحيوانية وقطاع النفط والغاز والتبادل التجاري، بما يصب في تعزيز وتأطير التعاون التنموي خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتطلب أكبر قدر من التعاون والتآزر بين الأشقاء. وإنني على ثقة تامة من أنني سأجد كل عون وتشجيع من مؤسسات الدولة ومن المسؤولين في الجزائر لإنجاز مهمتي كسفيرة لبلادي، ولكم مني أجزل الشكر. رئيس الجمهورية استقبل أيضا سعادة السيد سيف بن ناصر بن راشد البداعي الذي قدم له أوراق اعتماده بصفته سفيرا لسلطنة عمان بالجزائر. سعادة سفير سلطنة عمان السيد سيف بن ناصر بن راشد البداعي. وعقب الاستقبال أدلى سفير سلطنة عمان بالتصريح التالي: السلام عليكم، تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي لسيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نقلت له تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله. أكدت أشاد السيد الرئيس بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين. أكدت له بأنني سأعمل جاهدا من أجل تطوير هذه العلاقة في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين. وشكرا. مراسم الاستقبالات جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
ترأس أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة تناول بالدراسة النقاط الآتية. في مجال العدالة قدم وزير العدل حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ويندرج مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل القانون العضوي رقم 0411 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 في إطار التكييف القانوني الأساسي للقضاء، مع فحوى وروح المراجعة الدستورية للفاتح نوفمبر 2020 الذي كرس التزام السيد رئيس الجمهورية بتثمين سلك القضاة وترقية قانونهم الأساسي والحفاظ على استقلاليتهم، وذلك في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة. في مجال السياحة والصناعة التقليدية قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. في مجال الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى. وبهذا الشأن من المقرر القيام بعدة نشاطات لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الشهداء، وكذا تنظيم عروض تاريخية على غرار الملحمة الكبرى ألا فاشهدوا، وبداية تصوير فيلم عن قائد الولاية السادسة التاريخية العقيد سيل حواس. تشكل القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم فرصة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وعجلة الاقتصاد بين الدول العربية وتنشيط المنطقة الحرة العربية للتبادل التجاري، وهذا ما رصدته لنا من لبنان أمل بوعقبة. القمة العربية التي يرتقب أن تطرح قضايا الساعة عربيا إقليميا ودوليا من المنتظر أن يكون على طاولتها التعاون الاقتصادي وأفاقه بين الدول المشاركة. نتائج قمة قد تنعكس بشكل إيجابي جدا على لبنان في هذه المرحلة، ومن الضروري تواجدنا مع كل الدول العربية اليوم في تعاون كبير بين لبنان والجزائر. ومؤخرا أيضا كان في مشاورات جدية بين لبنان والجزائر من خلال دعم لبنان في موضوع الطاقة. هناك فرص هائلة، وخصوصا مثلا بين لبنان والجزائر على هذا الصعيد. استورد لبنان من الجزائر بقيمة 80 مليون دولار، وفي المقابل صدر إلى الجزائر بقيمة لا تتعدى 8 ملايين دولار أمريكي، وهذه أرقام صغيرة جدا نسبة إلى حجم اقتصاد هائل كالاقتصاد الجزائري. التلفزيون الجزائري الذي يتابع تطورات المنطقة العربية والاقتصاد بها اقترب من أحد رموز الاقتصاد هنا بلبنان. اتفاقية التبادل التجاري أو الاتفاقية العربية القرار رقم 200 عام 2000 قضت بأن يكون التبادل التجاري بين الدول العربية تبادل حر، بحيث يمكن للمصدر الجزائري أن يدخل بضائعه إلى لبنان، فلسطين، الأردن، السعودية ودول الخليج وهكذا دون رسوم جمركية، والعكس صحيح. الجزائر التي تخطو خطوات عملاقة في المنطقة تجمع اليوم على طاولة القمة العربية ملفات مهمة تعزز سبل التعاون العربي بما يخدم مصالح الوطن العربي. المحيط العربي كله وتحديدا الدول الصغرى كلبنان، خاصة التي تمر في هذه الظروف الصعبة، إلها مصلحة أن تنجح موضوع المنطقة الاقتصادية الحرة لتقوية كل الدول العربية، يعني يد واحدة اقتصاديا. الجزائر تسعى اليوم جاهدة للم شمل المنطقة العربية وتعزيز التعاون بها من خلال هذه القمة ومواعيد أخرى هامة ترسمها الخريطة الجيوستراتيجية للعالم. وضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف الجزائر، توشحت شوارع العاصمة براية الدول العربية المحاكاة بدقة عالية وألوان زاهية في مشهد يجسد ملامح التاريخ والحاضر والمستقبل المشترك للأمة العربية. وليد زناتي.
توشيح شوارع مدينة الجزائر وطرقاتها بأعلام الدول العربية يحمل أسمى معاني الروابط وجسور المحبة بين العرب، ونحن نعيش العد التنازلي لأكبر تجمع عربي، القمة العربية بالجزائر. تاع العرب كامل راهم هنا يا خاوة، إن شاء الله تكون فيها خير، وإن شاء الله هذه القمات خرجنا في حاجة إيجابية إن شاء الله. إنه شرف كبير أن نرى العالم الفلسطيني يرفرف بين في ربوع الجزائر ضمن القمة العربية. راح نلموا الشمل فيها وتكون الجزائر هي الرائدة، والأعلام هذه تعلقت عندها مدة وهي معلقة الاستقبال تاعهم باش يكون الأخوة ما بيناتنا. أنا واثق من السلطات الجزائرية، من الدولة الجزائرية، أنها تتوصل للم الشمل. فرصة وفرصة كبيرة جدا للجزائر وللأشقاء العرب وللإخوة الفلسطينيين في لم الشمل العربي وتوحيد الكلمة. حياكة وتنصيب هذه الرايات ذات الجودة العالية يتم من طرف مؤسسة الرفاهية الحضارية لولاية الجزائر. رانا نخدموا في الأعلام الوطنية للدول العربية بطريقة مطابقة للمقاييس الدولية بدقة عالية باش نساهموا في إنجاح هذا الحدث إن شاء الله. رانا صارين الإعلام تاعكم تشوفوا جميع ممكن النقاط أعلام الدول العربية 22 أنا نراقبوا فيهم. الورشة تاعنا المختصة في التزيين بالأعلام في المناسبات. رايات تروي تاريخا مجيدا لكل دولة عربية مرفرفة في أرض الجزائر، شامخة في سمائها بشموخ الجزائر الحاضنة لهذه الراية، هادفة للوحدة العربية في قمة الجزائر. اجتمع أمس بالجزائر العاصمة المكتب التنفيذي للحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي تحضيرا للطبعة 46 للندوة الدولية للجان الشعب الصحراوي في برلين ديسمبر المقبل. المجتمعون قدموا تقارير مفصلة عن التقدم المحرز في جلسات الالتماس أمام لجنة إنهاء الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونبقى مع الشأن الصحراوي، حيث دعا رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمهمتها الأساسية والمتمثلة في تسهيل إجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير. نجوى جدي. من على أرض مونديلا كانت الصورة أبلغ من أي تعبير، تدعم قضية عادلة وتؤلم محتلا غاصب. استقبال مميز وتاريخي للدولة الصحراوية ورئيسها وترحيب بها في عمقها الإفريقي. استقبال أو الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الصحراوية والتي هي زيارة دولة، يجب أن يفهم ذلك جيدا، ورسالة من جنوب أفريقيا ومن الجمهورية الصحراوية بأن الدولة الصحراوية قائمة، الدولة الصحراوية حقيقة لا رجع فيها كما قال الشعب الصحراوي منذ 1976، وبأن هناك مجالات تعاون ثنائي كثيرة يمكن أن تجمع بين جنوب أفريقيا والجمهورية الصحراوية. تثبيت جنوب إفريقيا لموقفها التاريخي المشرف يدعم انتصارات دبلوماسية متتالية للقضية الصحراوية. هذه الانتصارات التي صفعت المحتل المغربي الممتهن لسياسات الظل والتضليل، فمن أعلى منبر دولي أكدها الرئيس البيروفي دون تشكيك. البيرو ha restablecido relaciones diplomáticas. أعادت البيرو العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الصحراوية وتؤيد بقوة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
موقف أكدته أيضا جنوب السودان بالتزامها لقرارات الاتحاد الإفريقي واستئناف العلاقات مع البوليساريو. أما كينيا فقد أسقطت مؤامرة المخزن الدنيئة وانتصرت للقضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إلى جانب دول إفريقية أخرى. منذ اندلاع الكفاح المسلح من جديد يوم 13 نوفمبر 2020 تحركت هذه المياه التي كانت راكدة ليس فقط في إفريقيا بل في أمريكا اللاتينية. لاحظتم كيف استعدنا إذا أردتم عدة دول، كولومبيا، بوليفيا، بيرو ودول أخرى، أعدنا علاقات دبلوماسية معها. دعم يوضح أن القضية الصحراوية أولا وأخيرا قضية إفريقية باعتبارها آخر مستعمرة، كما يساند الواقع القانوني للقضية الذي أثبتته محكمة العدل الإفريقية مؤخرا حول ضرورة تصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. من جهتها أكدت النرويج أمس على ضرورة استئناف الحوار من أجل إيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية، وأوضحت النرويج أنها تدعم بشكل كامل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان ديمستورا في عمله الهام. وفي تقريره الصادر مؤخرا كشف المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية أن المغرب سيواجه بتوصية جديدة بسبب مواصلته نهب ثروات الصحراء الغربية خلال الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي المغرب شهدت عدة مدن مغربية وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية طيلة أيام الأسبوع دعت إليها تنظيمات مغربية تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تنديدا بتدهور الأوضاع الاجتماعية لفئة واسعة من المواطنين بسبب تمادي حكومة المخزن في سياستها التفقيرية. منال عبديش. الوحدة والصمت، الوحدة والصمت، والمطالب ستعود، والمطالب ستعود. في اليوم الدولي للقضاء على الفقر هكذا كان المشهد في العديد من المدن المغربية، غضب شعبي عارم، وقفات احتجاجية ومسيرات دعت إليها تنظيمات مغربية للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية لفئة واسعة من المواطنين المغاربة بسبب تمادي الدولة في سياساتها التفقيرية وعدم تفاعل الحكومة مع مطالب الشعب لوضع حد لغلاء المعيشة والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، زد على ذلك قمع الحريات العامة. هذه الحكومة لم تتخذ إجراءات اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر ولمواجهة غلاء الأسعار. جينا نعبروا على الرفض ديالنا لهذيك الزيادات الهزيلة اللي ما تتناسبش مع الحجم ديال 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 الارتفاع ديال الأسعار، مما بات معه العاملة والعمال بالكاد يستطيعون توفير لقمة ديال العيش. ركبنا الزوارق، ركبنا الزوارق. معاناة دفعت المحتجين لرفع شعارات تطالب برحيل الحكومة وتحميلها مسؤولية ما يقع. مآسي وأزمات الشعب المغربي لم تتوقف عند هذا الحد، فالكيان الصهيوني اخترق كل القطاعات وعلى رأسها القطاعات الحيوية، مما جعل من المغرب استثناء عن باقي حالات التطبيع مع باقي الدول، ووصل الحد إلى استباحة الدين الإسلامي بطريقة لا يمكن تصورها دون أي رد فعل من السلطات. كيف لا ومن يدير ممتلكات الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعاصمة الرباط وسلا من أصل يهودي وهو من أقارب وزير داخلية الكيان الصهيوني. ولإخفاء النظام المغربي لجرائمه اتبع سياسة التهميش واضطهاد النخبة السياسية الإعلامية والثقافية من خلال سياسة الإقصاء والاعتقال لفسح المجال لبروز نوع آخر من النخبة تم تصنيعهم واستقطابهم لخدمة أجندات صهيونية على حساب مصالح الشعب ودول الجوار.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرقي مدينة القدس المحتلة، وفي قلقيلية أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم خلال مواجهات مع جنودي الاحتلال. هذا ويستعد الأسرى الفلسطينيون في كافة سجون الاحتلال الصهيوني لاتخاذ خطوات ضد إدارة هذه الأخيرة رفضاً لقرار إلغاء زيارات عائلتهم. ونختم النشرة من قصور القرارة العتيقة وبوجه أصيل من أوجه موروثنا المادي، الأكلات التقليدية بتيميمون على غرار خبز القلة والمردود وما يصاحبها من أعشاب وبهارات ومهارات أيضا ضمن مسابقة منتدى جذور الثقافة الجزائرية. وهبة مزوج. تيميمون عروس الصحراء تختزل تاريخها في القصور الحمراء العتيقة، أين كانت تحضر بداخلها أشهى الأطباق الجزائرية الصحراوية الأصيلة. الأكلات نتاعنا شوية تبغي الصبر، كما النور لازم الصبر. الخبز عندنا فور تقليدي نديرو فيه هذا خبز النور مشهور، وعندنا خبز الرقاق اللي يطيب خبز يقولوا خبز القلة. طبق تقليدي عريق يعني معروف في المنطقه نتاعنا وما جا وراها هو طبق المردود ولا البركوكس، كل واحد كيفاش يعيطلو. مختوم بالقمح لانه يكون صحي، ولا ثاني كاين مردود مصنوع بالاعشاب يكون صحي اكثر، يستعملوه النافس، يستعملوه الناس اللي بوين حول البرد. ايفينمون كولينير avec beaucoup 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 de plats régionaux du sud. وتتنافس هذه النسوة على تقديم أطباق شعبية تقليدية ضاربة في عمق تاريخ الجرارة تحت إشراف لجنة تحكيم دولية متخصصة في مجال الطبخ. وربحت المرتبة الأولى وعطوني هاي شهادة وميدالية، أنا بحال فرحانة بزاف اللي شاركت في هذه المسابقة حول الطبخ التقليدي. يقولوا لي طعام صراير ويبركشوه بواحد العشبة يقولوا لها القرطوفة ويخلطوا معها واحد آخر الأعشاب الفلية وكلش. وهي صحية صراحة ما قدرناش يعني نميزوا بين طبق وطبق، هذا لبساطة التراث الجزائري وهذه البساطة كونت عظامة الموروث الجزائري. الحمد لله يعني المجهود تاعنا ما راحتش يعني سودا، أراه الباتريمون الجينير راهو قاعد يتوثق. الهدف من المسابقة هو إعطاء ربما ترويج للأكلة التقليدية الموجودة في منطقة ميمون وإخراجها إلى العالمية، هذا هو الأساس، وحتى على المستوى الوطني وأيضا المحلي. التعريف بالموروث الثقافي كالأكلة الشعبية الأصيلة تساهم حتما في حمايته من الاندثار والتلاعب به. وبجمال قصور تيميمون العتيقة نختم نشرتنا، نلقاكم في تمام التاسعة بحول الله. إلى اللقاء.